الشم من ذهب عن نفسه عن نفسه فأرى أيام الشمم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق النبي في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به إياك عند حلول الحديث العميم ولن يضيق رسول الله جناه كبي إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلات عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي وابتعر رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرمي والطف بعبدك في الدارين إن ذنبا متى تدعوه الأهوال ينهزمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سيدي أرجو